يتربع الفراغ على كرسي الرئاسة في لبنان بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشيل سليمان ومغادرته قصر بعبدة. لا أحد يمكنه تكهن متى نهايته في ظل انعدام التوافق الداخلي. لبنان دخل مرة إضافية بأزمة مفتوحة. مفتوحة يعني بمعنى أنه لا يوجد سقف زمني، لا يعني أنه كمان ممكن تكون طويلة جدا، بس كمان ما حدا بيعرف شو العناصر اللي ممكن تغير قواعد اللعبة بهاللحظة وتؤدي إلى انتخاب. من القصر الجمهوري إلى السراي الحكومي انتقلت صلاحيات رئيس الجمهورية، إذ يتولى مجلس الوزراء مجتمعا ما كان مناطا بالموقع الدستوري الأول، تجربة ليست بسابقة في الحياة السياسية اللبنانية. تجربتا فراغ رئاسي مرتا على البلاد في السنوات الأخيرة ولم تنتهيا إلا بتوافقات دولية. أوصل اتفاق الطائف ريني معوض إلى الرئاسة، وفتح اتفاق الدوحة أبواب القصر الجمهوري أمام ميشيل سليمان. ويخشى اللبنانيون من مراوحة سياسية قد تطول قبل نضوج اتفاق دولي يضع حداً للفراغ الرئاسي الراهن في البلاد. مع تكرار حالات الشلل في المؤسسات الدستورية، يقول بعض الخبراء علنية وبعض القوى السياسية مواربة إن تركيبة النظام السياسي هي من تولد الأزمات في البلاد. هذا بفسر سبب أنه مثلا بقاء نصف عهد رئيس سليمان بدون حكومة، هذا بفسر سبب العجز عن إنتاج قانون انتخاب عصري ومعقول، هذا بفسر السبب ليش كل التعيينات الإدارية بدها مشكل واثنين وثلاثة. مع الفراغ تراجعت أسهم كل المرشحين الرئاسيين المعلنين والمضمرين، وتقدمتها توقعات باستمرار الوضع الراهن على حاله بانتظار تغير في المعطيات السياسية والأمنية داخليا وخارجيا. دارين الحلوي، سكاي نيوز عربية، بيروت.